وكان صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر قد غادر بحفظ الله ورعايته دولة الكويت الشقيقة. وكان في وداع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالمطار سمو رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشقيقة والنواب رئيس مجلس الوزراء وعدد من كبار المسؤولين بدولة الكويت الشقيقة وسفير مملكة البحرين لدى دولة الكويت الشقيقة وأعضاء السفارة. هذا وقد عاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى أرض الوطن بحفظ الله ورعايته.